الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة إيمان يوسف، أستاذ أمراض البطنة والسكر في كلية الطب جامعة الإسكندرية. أنا أحب أكلمكم على حاجة مهمة جدا، اللي هي عبارة عن prevention and management of the chronic diabetic complications. بنقسم الكرونيك diabetic complication إلى microvascular complication، هما الديابيتك ريتينوباسي والديابيتك نيفروباسي والديابيتك نيوروباسي. والماكروفاسكولار كومبليكيشنز هي السريبروفاسكولار ديزيز والكارديوفاسكولار ديزيز والبريفيرال فاسكولار ديزيز. اهم حاجه في البريفنشن اند مانجمنت هو عباره عن تايد جلايسيميك كنترول. لازم اعمل تايد جلايسيميك كنترول، لازم يكون البريبرنجل، وده بعمله 3 مرات بالجلوكو تشيك، العيان بيعمله اتهوم بالجلوكو تشيك. لازم البريبرنجل يكون من 80 الى 130 ملي جرام بير دي سي لتر. برضو التو اورز بوست برنجل، ودي برضو العيان بيعملها اتهوم باي جلوكو تشيك، لازم داز نوت اكسيد 180 ملي جرام بير دي سي لتر. الاي 1 سي، وده العيان بيعملها كل 3 شهور في المعمل، لازم يكون اقل من 7%. كده ده بنسميه كرايتيريا اوف تايد جلايسيميك كنترول. ولو ومعظم الدراسات اثبتت ان تايد جلايسيميك كنترول بريفنت كومبليتلي ذا ديفلوبمنت اوف مايكروفاسكولار ديزيز، ولو موجوده بتاميليوريت اتس بروجريشن تو ا مور سيفير ديجري. تاني حاجه لازم اعملها هي عباره عن تايد بلاد بريشر كنترول. والتايت بلاد بريشر كنترول في كل الجايد لاينز اللي عندنا ان السيستوليك بلاد بريشر لازم يكون اقل من 140، والدايستوليك بلاد بريشر لازم يكون اقل من 90. These tight blood pressure control مهم جدا في الدايابيتك ريتينوباسي، مهم جدا في الدايابيتك نيفروباسي، ومهم جدا for the macrovascular disease. بالنسبه لبقيه الستيبس اوف مانجمنت اللي هو عبارة عن مرحلة السكرينينج. بالنسبة للسكرينينج لازم أعمل فندس إكزامينيشن، ودي لازم أعملها ييرلي. لو هو تايب 1 بعمل الفندس إكزامينيشن، بنصح العيان إن هو يعمله بعد 3 to 5 years من الأونست أوف تايب 1. أما لو كان تايب 2 لازم أعمل له فندس at the time of diagnosis. تاني حاجة في السكرينينج اللي هي for diabetic nephropathy، بعمل حاجة اسمها الألبومين كرياتينين ريشو، وديت بتتعمل برضو أنيوالي كل سنة، وبرضو في نفس الوقت، يعني لو هو تايب 2 at the time of diagnosis، ولو هو تايب 1 بيبقى 3 to 5 years after the onset of type 1. لازم أعمل food care examination علشان العيان لما بيجي في مرحلة الديابيتك بريفرال نيوروباسي مع البريفرال فاسكولار ديزيز بيبقى عرضة للديابيتك فود، وعرضة ايفن لمشاكل كتيرة اهمهم الشاركو جوينت والايفن الامبيتيشن او جانجرين. Thank you.